Ben abd-i aciz Salih Naz. Yıl 1968 Şaban-ı Şerif'in yarısındaki Berat gecesindeyiz. Gece yarısından sonra saat 1:30'dur. Arap radyosundan dinlediğim Berat gecesi hakkında bir konuşma beni coşturdu. Canım istedi ki biraz Kur'an-ı Kerim okuyayım. Şöyle içimden doğdu. Sure-i İbrahim'in sonundan okuyayım. Allah'ın izniyle başlıyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena
Allah'a emanet.
ملأ أفتوني في رؤيا
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي رجا منهما يذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصدون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله
كيد الخائنين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Bu sesini dinlediğimiz Hafız Salih Naz 1968 senesinin Ramazanında Kadife Kale Hava Şehitliği Camii'nde sabah mukabelesini okumaktadır.